السلام عليكم أعزائي التلاميذ، سنواصل درس العدد درس الدوال العددية لمتغير حقيقي في فقرته من خلال الفقرة السادسة، القيم القصوى والقيم الدنيا. ألف نشاط. إذن كما تلاحظون الشكل على يمثل منحنى لدالة معرفة على المجال ناقص جوج ثلاثة. إذن من خلال الملاحظة نلاحظ أن f x أصغر من أو تساوي 2، يعني لا تتجاوز هذه القيمة لكل x من المجال ناقص 2 3. وأيضا بأن صورة العدد واحد هي 2، و f لواحد تساوي 2، أي f لx أصغر من أو تساوي f لواحد لكل x من المجال ناقص جوج ثلاثة. نقول في هذه الحالة نقول إن العدد 2 قيمة قصوى للدالة f على المجال ناقص جوج ثلاثة، وتأخذها عند واحد. إذن كما نلاحظ هنا أن أصغر قيمة للدالة f هي أن الدالة f لا تتجاوز القيمة ناقص واحد، أي من خلال الشكل أيضا نلاحظ أن f لx أكبر من أو تساوي ناقص واحد لكل x من المجال ناقص 2 3، و f لثلاثة هي ناقص واحد، f لثلاثة تساوي ناقص واحد، أي f لx أكبر من أو تساوي f لثلاثة لكل x من المجال ناقص 2 3. نقول إن العدد ناقص واحد قيمة دنيا للدالة f على المجال ناقص 2 3، وتأخذها عند 3. من بعد نمر إلى التعريف، أو بالأحرى تعريف. لتكن f دالة عددية والدد f مجموعة تعريفها وa ينتمي لدد f، نقول إن الدالة f تقبل f لa كقيمة قصوى في a إذا كان لكل x من دد f f لx أصغر من أو تساوي f لa، ونقول إن الدالة f تقبل f لa كقيمة دنيا في a إذا كان لكل x من دد f f لa أصغر من أو تساوي f دو x، ونقول إن
اف لا مطرافا للداله اف اذا كان اف لا قيمه قصوى او قيمه دنيا اكستريمون يا مطراف. تمرين تطبيقي. اولا نعتبر الداله العدديه اف المعرفه بمالي لكل تربط كل اكس باكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 7 الف تحقق ان اف لاكس اكبر من او تساوي 3 لكل اكس من ار ب احسب اف ل2 ثم استنتج ان 3 هي القيمه الدنيا للداله اف على ار. ثانيا نعتبر الداله العدديه جي المعرفه بمالي جي لاكس تساوي 5 على اكس اس 2 زائد 1 بين الف بين ان لكل اكس من ار جي دو اكس اصغر من او تساوي 5 ب بين ان 5 هي القيمه القصوى للداله اف على ار. ننجز النشاط او التطبيق. الحل اولا الف لدينا اف داله حدوديه اذن د اف يساوي ار لنتحقق ان لكل اكس من ار اف لاكس اكبر من او تساوي 3 لدينا لكل ليكون x من r لدينا f لx ناقص 3 تساوي x اس 2 ناقص 4x زائد 7 ناقص 3 تساوي 7 ناقص 3 هي x اس 2 ناقص 4x زائد 4 أي f لx ناقص 3 لاحظوا هنا جيدا تحديد الإشارة ديالتها هذه عبارة عن متطابقة هامة هي x ناقص 2 أس 2 يعني أكبر من أو تساوي الصفر ومنه f لx أكبر من أو تساوي 3 لكل x من r ب لدينا f ل2 تساوي 3 وحسب السؤال السابق f ل x أكبر من أو تساوي 3 لكل x من r إذن f تقبل قيمة دنيا عند قيمة دنيا على r عند 2 وهذه القيمة الدنيا طبعا هي العدد 3. ثانيا أو نقول إذا f تقبل 3 كقيمة دنيا قيمة دنيا على r وتأخذها عند 2 ثانيا نعتبر الدالة العددية g المعرفة بمالي تربط كل x ب 5 على x اس 2 زائد 1 الف لنبين ان اولا g دو x 5 على x اس 2 زائد 1 لنبين
أن G دو X أصغر من أتساوي 5 لكل X من R. لدينا ليكون X من R ليكون X من R لدينا G دو X ناقص 5 تساوي هي 5 على x اس 2 زائد 1 ناقص 5 تساوي x اس 2 زائد 1 على 5 ناقص 5 x اس 2 ناقص 5 تساوي ناقص 5 x اس 2 على x اس 2 زائد 1. كما تلاحظون لدينا x اس 2 موجبة، هنا x اس 2 أيضا زائد 1 دائما موجبة وتخالف الصفر. بالمناسبة أن d دو f d عفوا دو g يساوي r، لأننا دائما هذا العدد أكبر من أو يساوي 1. إذن قلنا بأن هذا العدد موجب المقام موجب، وهنا 5 x اس 2 هي موجبة، إذن هذا العدد كله أصغر من أو يساوي صفر، أي g دو x أصغر من أو تساوي 5 لكل x من r. إذن فيما يخص ب، يكفي أن نجد عدد بحيث صورته هي 5. ب لدينا ج ديال الصفر، كما تلاحظون ج ديال الصفر تساوي 5، أي ج لإكس أصغر من أو تساوي ج ديال الصفر لكل إكس من R. إذن 5 قيمة قصوى للدالة F على R وتأخذها عند الصفر. إذن نواصل مع الفقرة السابعة، الرتابة وزوجية الدالة، يعني ماذا تأثير زوجية الدالة على الرتابة. أولا خاصية، لتكون F دالة عددية ودي دو F مجموعة تعريفها، بشرط أن مجموعة التعريف متماثلة بالنسبة للصفر، وليكون E مجالا ضمن دي دو F تقاطع R زائد، و E بريم مماثل بالنسبة للصفر. أعيد نشرح هذه القضية، هنا متماثلة بالنسبة للصفر لأن غادي نحتاجو الزوجية، باش تكون زوجية ضروري يكون حيز التعريف متماثل بالنسبة للصفر. فيما يخصنا E مجال ضمن دي دو F وتقاطع R زائد، يعني E هو الجزء الموجب من دي دو اف، و اي بريم مماثله بالنسبة للصفر، يعني اي بريم هو الجزء السالب من دي دو اف. في حالة اذا كانت اف زوجية، نلاحظ اذا كانت اف تزايدية على اي فان اف تناقصية على اي بريم، اما اذا كانت اف تناقصية على اي فان اف تزايدية على اي بريم، يعني أن الرتابة تكون متعاكسة حسب E و E'. في حالة إذا كانت F فردية فإن رتابة F على E هي نفسها على E'. بعبارة أخرى، الدالة F تحافظ على رتابتها سواء الجهة الموجبة أو في الجزء السالب. إذن لكي تتضح الصورة، تمرين تطبيقي، لتكون F دالة زوجية معرفة على المجال ناقص 3 3 وجدول تغييراتها على المجال 0 3 هو الجدول التالي معرف. إذن هنا تلاحظوا من 0 3 الجدول التالي هو هذا. ألف، حدد جدول تغييرات F على المجال ناقص 3 0.
ذا حدد مطارف اف على المجال ناقص 3 3 جيم اتميم اتميم انشاء انشاء سي اف في معلم متعامدين ممنظم او اي جي. هذا رسم واحد الجزء دابا هنا ديال سي اف وغادي نتموه. هذا فيما يخص اولا اذا هذا هو الشكل الذي يجب اتمامه. ننجز السؤال الف الحل نجيب على السؤال الف واحد الف. اذا المطلوب منا هو تحديد جدول تغيرات الداله اف على المجال ناقص 3 0. بدايه لدينا اف داله زوجيه اف داله زوجيه. اذا في المجال 0 1 من خلال المعاينه تاع المجال 0 1 عندنا اف تناقصيه، وبما ان اف داله زوجيه اذا ستكون اف تزايديه على مماثل المجال 0 1 بالنسبه للصفر اي المجال ناقص 1 0. لدينا اف داله زوجيه و اف تناقصيه على المجال على المجال 0 4. اذا اف تزايديه على المجال مماثل عفوا 0 1. اذا اف تزايديه على المجال المماثل لصفر واحد بالنسبه للصفر هو المجال ناقص واحد صفر، و اف اف تزايديه على المجال اف دائما داله زوجيه و تزايديه على المجال واحد اثنان. اذن ستنعكس رتبتها وبالتالي اذن اف تناقصيه على المجال المماثل للمجال واحد جوج بالنسبة للصفر اللي هو ناقص اثنان ناقص واحد. و اف دالة دائما زوجية وتناقصي على المجال على المجال صفر ثلاثة. إذن اف ستكون إذن اف تزايدية على المجال المماثل عفوا هنا المجال جوج ثلاثة نتكلم هنا على المجال جوج ثلاثة. إذن المماثل ديالو هو المجال ناقص ثلاثة اثنان. فيما يخص المطارف أو إنشاء لننشئ الجدول، إذن جدول التغيرات ننشئه هنا. طرفت بهذا الجدول هكا. إذا على المجال المماثل المجال مماثل المجال
صفر ثلاثة قلنا هو المجال ناقص ثلاثة ثلاثة تغيرات F عندنا ناقص ثلاثة صفر إذن المماثل ديال واحد هو ناقص واحد المماثل ديال جوج هو ناقص جوج بالنسبة للصفر وبالتالي هنا تناقصية على المجال صفر واحد إذن المماثل ديالو غتكون تزايد دياله ثم هنا عندنا تزايدية على المجال على المجال واحد جوج ومماثل المجال واحد جوج هو المجال بالنسبة للصفر هو المجال ناقص جوج ناقص واحد إذن غتكون تناقصية لأن F دالة زوجية وهنا عندنا تناقصية في المجال صفر جوج ثلاثة إذن ستكون تزايدية على المجال المماثل بالنسبة للصفر اللي هو ناقص ثلاثة ناقص جوج رجعوا للقيم هنا هنا بما أن F دالة زوجية عندنا الصورة تاع الصفر هي أربعة ما عندناش فيها إشكال فيما يخص الصورة تاع ناقص واحد وواحد بالدالة الزوجية كل عنصر ينتمي إلى حيز التعريف ديالها راه المقابل ديالو أيضا له نفس الصورة إذن هنا غتكون ناقص واحد الصورة ديال جوج هي نفسها الصورة ديال ناقص جوج هي صفر الصورة ديال ناقص ثلاثة هي نفسها الصورة ديال ثلاثة يعني ناقص جوج بعد الإنشاء تنتأكد تنشوف واش داكشي اللي عندي منطقي واش فعلا هناك تزايد بالفعل تتلاحظوا من ناقص جوج طلعنا تاع الصفر ثم هناك تنقص القيمة ديال F أصبحت هنا ناقص واحد ثم طلعت وبالتالي قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال حدد مطارف F على المجال ناقص ثلاثة ثلاثة إذن كأننا ممكن نكتفي فقط بالدراسة غير في المنطقة الموجبة أو في المنطقة السالبة كل وحدة فيهم تعطينا نفس الجواب إذن من خلال الملاحظة المعينة تاع جدول التغيرات نلاحظ بأن F تقبل قيمة قصوى في الصفر وهذه القيمة القصوى هي 4 وتقبل قيمة دونية اللي هي ناقص 2 وتأخذها عند ناقص 3 و 3 إذن مطارف الدالة F مطارف إذن هذا هو جدول تغيرات الدالة F جدول تغيرات الدالة F جدول تغيرات الدالة F على المجال ناقص ثلاثة صفر إذن هذا اكتفينا به نقدروا نستغناو عليه الآن ب مطارف الدالة F على المجال ناقص ما لا نهاية عفوا ناقص ثلاثة ثلاثة قلت بأن نظرا لأن F دالة زوجية يكفي ندرسو غير على الجهة الموجبة أو الجهة السالبة إذن هنا لاحظتوا معي أنا مزيان فين هي القيمة القصوى لدينا F لصفر تساوي أربعة و F لإكس دائما أصغر من أو تساوي أربعة لكل إكس من المجال ناقص ثلاثة ثلاثة إذن F إذن أربعة قيمة إذن أربعة قيمة قصوى للدالة F على المجال ناقص ثلاثة ثلاثة بالمثل ناقص 2 هي القيمة الدونية لدينا F لناقص 3 تساوي ناقص 2 و
اف لي اكس اكبر من او تساوي ناقص 2 لكل اكس من ناقص 3 اذن اف تقبل ناقص 2 كقيمة دنيا على المجال ناقص 3 إذن سؤال جيم المطلوب منا هو إتمام إنشاء المنحنى دائما خاصية هنا اللازمة لإف هي أننا في حالة إف دالة زوجية إذن كخاصية سابقة شفناها سابقا هي أن الدالة بما أن الدالة الزوجية فإن سأف يكون متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب وبالتالي هنا تتشوفوا هنا بأنه قطعة إذن المماثل دياله بالنسبة لهذا يكفي نشوف المماثل هنا سأف عندنا هو داتا ولا في معطيات واحد إذن هنا عندنا ناقص جوج ناقص جوج نخدمو هنا ناقص واحد واحد اثنان ثلاثة إذن المجال اللي مطلوب عندنا هو المجال ناقص ثلاثة المجال ناقص ثلاثة ثلاثة نحتاج هذه الأعداد المتقابلة اللي هي واحد مع ناقص واحد واثنان مع ناقص اثنان نكتبوها هنا باش يجينا الشكل مزيان إذن مماثلة هذه النقطة هي نفترض أن هذه النقطة سميتها M الممثلة ديالتها هي النقطة M بريم حيث أن الدلتا هو واسط القطعة حيث أن هذا المحور تاع الأراتيب هو واسط القطعة وبالتالي مماثلة هذه هي هذه هي هذه النقطة ومماثلة أيضا النقطة هنا هي واحد النقطة بحيث أن هذا هو وسط القطعة هنا ثلاثة جوج ثلاثة مماثلة هذه النقطة هذه ذات الإحداثيات جوج صفر هي نقطة ناقص جوج صفر بالتالي هكا غادي يمكننا ومماثلة هذه النقطة بما أنها تنتمي للمحور التماثل فمماثلتها هي نفسها وهكذا إذن كما تلاحظون أن الشكل عندنا متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب وهذه خاصية مميزة للدوال الزوجية إذن شكرا على انتباهكم وإلى حصة مقبلة إن شاء الله